عبد الستار محمد معتوق. بالنسبة لاسم المسجد، جامع الغمام في منطقة تويوة، والله يحكي أن الجامع هذا من قديم، يعني ممكن 400 سنة في القيس. هذا يشير أنها هي من الفترة العثمانية، نقول لك يعني، إنما ما عندهاش تاريخ قديم، هو عرفت ما فيش من حاضر يعني. لا، الترميم هذا باستمرار، يعني كل ما نشوفه حيط متصدع والله حاجة ما هي كويسة، نرموم فيها بنفس المواد، يعني المواد اللي هي الطين والمية، وانتبهوا في الحفر والتشققات كلها، وما عندناش جامع غير أصلا، عرفت، دون حفظ عليه، وتراث يعتبر هو. هذه كان يصلوا فيها في التراويح في رمضان، بعد في فترة الصيف ساخن يصلوا فيها برا، يصلوا فيها التراويح، وفي نفس الوقت كانت محضرة يقرأ فيها الطلبة في الجامع. والله نتمنى نحن أن يكون في مسجد بجوار المسجد هذا، باعتبار أول شيء هذا معاش يسعى الناس المصلين الحي هذا المربع هذا، ونتمنى أن أحد الأوقاف أو أي ناس تجار أن يساهموا ولو باليسير في بناء مسجد جديد يعني للحي هذا. صادق يا غرام، صادق يا غريز. في وحدة في صفة غالي فيها